فريال، من هذان الصغيران؟ لا أعرف يا سيدي. مقزز، وأنت تبدو غير عصري. نجمع فريق الحب الكبير. أوه أرجوك أن تتحدث إلى يدي. بصراحة أنا وحيدة. أتعلم؟ تعرف أبي وأمي في حفل الحب الكبير، واليوم ذكر زواجهما. كلامك ممل جدا. ليس الآن يا فاتح. عموما لا تحتاجاني، كنت أعزف في الخلفية. أنا لا أحد يذكرني. هل تمزح؟ لا أريد إخبارك بما تعرف يا صديق، أنت الأنيق، أنت أساس الفريق. يعزف الآخرون بطريقة رائعة وبدونك لا تبدو ممتعة. الجمال الداخلي هو الحقيقي، والمظهر مهم جدا، لذا استعمل الكريم المهم. انظر إلي، أنا أبدو كالحلم. يجب أن تعترف، يبدو رائعا حقا. صندوق ماذا يجري؟ المثبت. أنت الأساس وأنت النجم، فلتعد أنت المهم. أنت مذهل. أنا مذهل. أنت مذهل. أنا مذهل. أنت الأساس والقمر العالي، كل من حولك كله حولي. أنت مذهل. أنا مذهل. أنت مذهل. أنا مذهل. لا يوجد أحد يشبه الآخر، فلتكن نفسك ودعك من الآخر. إلا إذا كنت شبيها لي ستستفيد من شكلي. هذا لطيف يا أحلى صديق، ما رأيك أتعود للفريق؟ انتظر حتى ألبس ملابس الاحتفال. سوف نجمعهم بلا جدال. أنت حبيب الملايين، ملك الموضة والتزيين. أنت